يعني حصل قبل ذلك وأن تعرض يعني أفراد تابعين لليونيفيل لاعتداءات، بالتالي وفقا لهذه التهديدات الإسرائيلية، ما الإجراءات الاحترازية التي تطبقونها للحفاظ على سلامة عامليكم في منطقة النزاع؟ نحن لدينا بالفعل عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نتخذها من أجل ضمان أمن وسلامة قواتنا. هناك استعداد تام وتوفير لكافة معدات الوقاية والحماية والتسليح اللازم لمجابهة أي تحديات أو تداعيات، وأيضا هناك ملاجئ ومناطق آمنة تقدم لقواتنا من أجل الاحتماء بها ومن أجل تقديم الكثير من الدعم في أرض العمليات في حال التدخل. فبالتالي نحن لدينا الكثير من الموارد والمخازن من أجل الإعداد الجيد لهذه الأزمات. حماية القوات تأتي في أولوياتنا القصوى بالطبع، بالإضافة إلى التدخل بشكل ملائم وتقديم الملاذات والسكنات الملائمة للعيش وتوفير الحماية والأمن والسلم، وكذلك تقديم الدعم لكافة المواطنين في منطقة النزاع وتوفير لهم الحماية والأمن، لأننا نواجه هذا الكثير من الأمور الخطيرة والتي تلقي بتداعياتها على الجميع ليس فقط على العسكريين. فبالتالي نحن على قناعة أن هناك سبيل نهائي لإنهاء هذه الأزمة. نعم، لكن منذ بداية هذه الأزمة وحتى الآن، هل تعرضت أي مواقع تابعة لليونيفيل يعني ضربات أو حتى أضرار نتيجة هذا الصراع؟ كما ذكرت لدينا حوالي أكثر من 50 موقع ومخزن تضرر، والكثير من المناطق الخاصة بنا قد أصيبت وتعطلت بعض المواقع عن العمل على مدار الأشهر الماضية، ولدينا الكثير من الإصابات. فبالتالي نحن نحاول تجنب هذه الضربات، ولكن لسوء الحظ في بعض الضربات والهجمات لا يمكن تفادي المخاطر. وهذا الدور الذي تلعبه قوات حفظ السلام في تلك المنطقة من أجل أن تكون قوة للردع وقوة لحفظ الأمن والاستقرار وإرساء السلام.